اول حاجه كده نايت اوف كابس. ترى نايت اوف كابس رومانسيه في الهوا، الحوت رومانسي وهادي وحابب احساس الرومانسيه ده، ويعني مستمتع بيه حبه. سوري ناس، حبه فيه حساسية كده ورقيق كده، ويعني حاجة جانتي جانتي خالص. ايس اوف كابس كمان، بصوا كمية الكوبايات دي بقى، صحوة مشاعر، بقى صحوة مشاعر بتصحى كده. ممكن تكون علاقة جديدة او طفل جديد، دي علاقة جديدة. الحوت اللي لسه مش مرتبط الشهر ده، بصوا انا متأكدة بإذن الله في حاجة، خلاص في علاقة جديدة. الحوت اللي في علاقة اوريدي يعني الحمد لله، يعني كمانجات وعصافير بتطير وحاجة ما شاء الله، ما فيش احلى من كده. فور اوف وانز ده احتفال. شكل العلاقة دي يا جماعة الجديدة دي اخرها احتفال وخطوبة بإذن الله. الحوت اللي مرتبطين فهم يعني ممكن يكونوا برضو هيحتفلوا بحاجة او في اجازة، طالعين اجازة. طيب تعالي تعالي يا لولو، استني استني، تعالي تعالي اتفضلي، باي باي. في الشمس the sun بتقول لنا ان الحوت الشهر ده عنده نجاح، عنده سعادة داخلية مش عارف سببها ايه، يعني هو ما يكونش في حاجة اتغيرت، هو ممكن ما يكونش في اي حاجة اتغيرت وهو فعلا مش حاجة اتغيرت يعني، لكن هو عنده احساس بالسعادة، عنده احساس بالامان، وان الدنيا قدامه واضحه، ما فيش عنده حاجه مستخبيه، يعني كل الامور قدامه واضحه ومبهجه كده، ومستمتع بوقته ومستمتع بحياته، يعني حاجه بجد ما شاء الله. والحوت بقى يا سلام عليه لما يستمتع. انا بنضم للكارت ده دلوقتي، الحوت متوجه نحو الدين، حابب يقرب من ربنا، حابب يعمل شويه عبادات، يعني عايز يعمل حاجة لربنا، بيطلع حاجات لله، عايز يعمل حاجة لربنا. وممكن يكون زواج. الحوت معاه مبلغ من المال ومحتار يعمل فيه ايه، اما المبلغ ده قليل وهو مش عارف يعمل بيه ايه لانه لسه ما وصلش اللي هو محتاجه فمحتار. فلو دي الكيس، استنى شوية يا حوت وجمع معلومات وشوف اولوياتك ايه. او هو عايز يجيب حاجه ومعهوش فلوسها، بيفكر هيدبرها منين. طيب Queen of Swords اهي. في بقى حاجه لما بيتكلم بقى، ابتدي يتكلم في شغل الحوت، منحي مشاعره جانبا، ما بيهزرش في الشغل، بيتكلم بجد، بياخد قرارات مهمة وقرارات صارمة. يعني الحوت مسيطر في عمله، يعني هو دلوقتي في مرحلة الشغل، لما بنيجي بقى بنتكلم في الشغل لا هو ما بيهزرش بقى في الشغل دلوقتي، وبياخد قرارات مهمة، وزي ما انتم شايفين كده القعدة بتاعته والبادي لانجوج بتاعته عاملة ازاي. لا مسيطر مسيطر. تمام. فرص جديدة يا حوت بتجيلك وانت بتحسن استغلالها. كارت اصفر منور، كارت الساحر ذا ماجيشن. انت قادر يا حوت انك تحول اي شيء مش حلو لشيء جميل، اي شيء ملوش فايده لحاجه ليها فايده. انت عندك التالنت دي، وهتتميز في الموضوع ده جدا الشهر ده، وهتبتدي تبدع. الساحر معاك عصا سحريه، معاك كل حاجة، معاك الكوباية ومعاك العصا ومعاك السيف، معاك كل حاجة. خبر حلو بسم الله ما شاء الله، خبر حلو هيرفع من حالتك المعنوية جدا، وقاعد مستنيه بقالك شوية، واللي هو ايه باصص للسما كده، ويعني فيش بعد كده، بسم الله ما شاء الله. عايز تقوم بخطوة، دكتور تقول ايه كده النهاردة، عايز تعمل خطوة بس عمال تفكر التوابع بتاعتها يا ترى هيحصل ايه. الكارت ده برضو بيقول لك
جمع معلومات، جمع معلومات، يعني ما تتسرعش وجمع معلومات. بلاش إحساس الفرحة اللي عندك والثقة بالنفس اللي عندك دي تخليك تاخد خطوات متسرعة ممكن تيجي معاك بالعكس. استنى شوية. مساء الفل يا منيرة، أهلا بيكي أهلا بيكي. هلخص القراية، الحوت فيه عنده إحساس بالرومانسية ما شاء الله، ويعني لا إحساسه مرهف، هو الطبيعي بتاعه إحساسه مرهف، بس ممكن إحساسه مرهف بزيادة شوية الوقت ده. علاقة جديدة ما شاء الله، أو ممكن يكون مولود جديد للحوت. المهم إنه بسم الله ما شاء الله في الحوت قلبه فرحان من جواه فعلا فرحان. وفي احتفال كمان، ده خطوبة للناس اللي لسه اللي على وشك الخطوبة، العلاقة دي شكلها تقلب خطوبة. الناس اللي مرتبطين هيحتفلوا بحاجة أو طالعين أجازة، في شمس الصحة ما شاء الله حلوة جدا يا حوت الوقت ده، وفي نجاح وفي سعادة وفي أمان بسم الله ما شاء الله. في هنا توجه نحو الدين، تقريبا الحوت بيشكر ربنا على الحاجات الحلوة اللي عمالة تجيله دي، وعايز يعمل حاجة ويشكر ربنا، فابتدى يعمل عبادات. أنا الإحساس ده جايله بقاله فترة فعلا، ويعني عايز أعمل أي حاجة، عايز أقول ربنا شكرا بجد، بس إحنا بنقول شكرا طبعا بالحمد لله وبعبادات، فمحتاج عايز يقرب من ربنا. في هنا مبلغ مالي أنت محتار، يا إما تدبره منين يا إما تعمل بيه إيه. استنى يا حوت وشوف أولوياتك. في الشغل ما شاء الله مسيطر، بتاخد قرارات مهمة، عقلك ذهنك صاحي يقظ، مفيش بعد كده يعني مفيش حد بيعدل عليك. ليه والله يا بيبا، يعني مش عارفة يمكن المجموعة دي مش ماشية معاكي. استني شوية. الساحر، فرص كتيرة بتجيلك يا حوت، وانت قادر تستغلها كلها وتقلب اي حاجة ضدك تقلبها لصالحك. خبر حلو كان مستنيه الحوت، وان شاء الله جاي له الفترة دي، هيزيد سعادة وثقة بالنفس، ويعني الدنيا مش سايعاه بسم الله ما شاء الله. خطوة هو على وشك ان هو يعملها، بس عمال بيفكر ايه التوابع بتاعتها، هتأثر عليه بايه. يا حوت جمع معلومات واستنى شوية، يعني بلاش تسأل قلبك الفترة دي، لان قلبك ما شاء الله والحمد لله ويا رب دايما سعيد، فهيصور لك دايما ان الدنيا حلوه قوي. اعمل اعمل عشان انت حالتك دلوقتي كويسه. استنى، لو انت على وشك تاخد قرار مهم، يعني تأنى شويه تأنى شويه، انا ما شفتش قرايه بالحلاوه دي باذن الله. يا لطيفه، ممكن الثور حنين ان شاء الله، الثور هنقول قريب جدا. سلمى انت اللي وحشاني جدا، وحوت زيك وموت فيكي، وقرايه ما شاء الله تحفه بجد يا حبيبه قلبي، يعني شايفين الحيتان وحلاوتهم، يعني بجد قرايه ربنا، يعني ربنا يبعت لكم كل حاجه شفتها باذن الله يا رب. بشكرك يا ام خالد جدا جدا، انا هتيه واتمنى افرح ان شاء الله. لا باذن الله يا زهره، ليكي جدا ربنا يسعدك يا رب يخليكي يا مروه. صحيح تمام يا رمضان، كويس جدا، الله الله بسم الله ما شاء الله. في مجموعه اتمنى قرايه مجانيه، حاضر يا جهاد باذن الله، الادمنز هيشوفوا دلوقتي اكتر حد عمل شير وان شاء الله هنقراه. والله بشكرك جدا يا خالد، شكرا شكرا شكرا. طب تعالى نشوف الحاله العاطفيه، مع اني يعني اعتقد انه الاغلبيه من الحوت حالتهم كويسه، بس تعالوا نشوف برضو الحاله العاطفيه عشان نبقى غطينا الحوت مظبوط. اكيد مش كل الناس في حاله الفظيعه دي. ايوه اهو اهو اهو، لا اله الا الله لا اله الا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب بصوا يا حوت، واضح ان القراءة دي اللي كانت العامة دي كانت للناس اللي في علاقة جديدة. خلينا نتكلم عن الناس بقى اللي في علاقة اوريدي. ماشي، العفو العفو حبيبتي، مش باين لي اسم الحوت عايز ايه. الحوت
إما خايف من شريكه، أو هو خايف من حاجة تخص شريكه، نفسه يتحرر، يعني هو نفسه يتحرر. لا هو فعلا نفسه يتحرر، هو حاسس ان هو مربوط بسلاسل، مش عارف يبعد عن الشريك مهما كان بقى الشريك كويس او وحش، فهو مش عارف يبعد عنه. وصل ان هو حاسس ان هو ادمن شريكه ده ومش قادر يبعد عنه. بس يا حوت، انت مش مربوط بسلاسل ولا حاجة. لو انت شايف ان العلاقة مش تمام بالنسبة لك، فانت ممكن تبعد على فكرة عادي، السلاسل مفكوكة. او ممكن يكون الحوت عنده حسد، كارت الشيطان. اما هي مخاوف، والحوت محتاج، حاسس ان هو عايز يتحرك وياخد خطوة، بس حاسس ان هو متكتف ومتربط، او زي ما قلنا انه ممكن يكون في حسد. شايف شريكه ازاي؟ معرفش، بيتكبر عليه، ممكن يكون بيتكبر عليه، شايف نفسه عليه. لما بيعمل الحاجة بيعملها له واللي هو ايه، خد ما تقرفنيش، عارفين ان هو خد خلصني من ذنبك، كأنك بتشحت منه، فاهم قصدي؟ not good not good. الطاقة فيها جمود، حالة جمود، مفيش حركة، لا انت ولا الشركة بتتحركوا. الشريك عايز ايه؟ الشريك اما ان هو، لو فرضنا ان الشريك رجل، فهو عايز الانثى، بمعنى الانثى، ممكن يكون عايز حمل تاني، ان يجي بيبي تاني، ممكن يكون عايز حب غير مشروط يعني. بس انا اعتقد يا حوت ان انت بتلبي الحاجات دي كلها. يمكن الشريك حاسس ان هو مش مكتفي، ان اللي انت بتعمله ده بالنسبة له مش كافي. The Emperor نفسه في ايه؟ انا مش فاهمة هو ايه، نفسه يملك العالم ولا ايه؟ هو ايه الموضوع يعني؟ هو عايز قوة غير طبيعية، عايز يكون ليه عليك سيطرة وسلطة مطلقة، يعني ما فيهاش جدال. شايفك ازاي؟ شايفك مركز في حاجة قوي قوي، مهتم بحاجة جامد جدا، ومهمل لحاجة تانية مش مديها نفس الاهتمام. يمكن ده يكون الشريك، يعني انت يمكن تكون مركز في حاجة تانية يا حوت، وهابل شريكك، راجع نفسك، يعني انا بفكر معاك بصوت عالي، يمكن يكون ده هامله ومركز في حاجة تانية. اللي بيحصل دلوقتي فيه طاقة ظلم، في حد وقع عليه ظلم. الحوت افتكر ان الحوت اللي وقع عليه الظلم حاسس ان هو اتظلم، وان شريكه بيفتري عليه، او يعني بيتلكك له، في حاجة مش مظبوطة يعني. بعدين شايفة حالة اعتماد على النفس، بمعنى انه طب انا مش هاخد، مش عايز تديني مشاعر، مش عايز منك مشاعر، خلاص شكرا. او ممكن تكون اعتماد على النفس حتى من الحالة المادية. بعدين الموضوع هيبقى متقلب، يعني طالع نازل، شوية يبقى كويس وشوية يبقى وحش. طبعا دي مجموعة من الحوت، مش بطلة خالص. شكرا يا ننوسة، ميرسي حبيبتي قوي على النصيحة الحلوة دي. بس انا شايفة برضو ان في مجموعة الحالة العاطفية عندها كويسة جدا، بس اعتقد انا ملت اكتر ان دول يكونوا علاقتهم جديدة. خلينا نلخص القراية بسرعة. الحوت محتاج يتحرك، عايز يبعد، او عايز يعمل اي خطوة، هو خايف، مش عارف ياخد اي خطوة، حاسس ان هو متكتف بسلاسل. شايف شريكه ازاي؟ بيجبي عليه، يعني مش بيقول، مش بيديله الحاجة بنفس، ومش يعني عارف لو خد وخلاص وخلصني. الطاقة ما بينكم فيها جمود، حالة جمود، مفيش حركة خالص، كل واحد ثابت مكانه. الكلام ده صح؟ زوجي بينتقدني على طول مع انه كويس جدا، بينتقدني على طول. لا لا لا، بقول لك ايه، بينتقدك على طول، ده عادي يعني، ده راجل مصري اصيل لازم ينتقدك، امال هيعمل ايه؟ هيسالي وقته في ايه؟ الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز شكل الانثى اللي هو زي ما بيقول الكتاب، او حب غير مشروط، او مولود جديد زي ما قلنا. نفسه يوصل لمرحله من السيطره عليك،
أو التحكم فيك ما لا نهاية، يعني سيطرة غير طبيعية. شايفك إزاي؟ شايفك مركز مع حاجة على حساب حاجة تانية. الحوت حاسس بظلم واقع عليه، ابتدى يعتمد على نفسه ماديا أو عاطفيا. بعدين في حالة عدم استقرار في العلاقة، شوية شوية كويسة وشوية وحشة. دي الحالة العاطفية بتاعت المجموعة الأولى. صح جدا كلامك، صح. وانا جوزي في جمود فعلا. ده الحوت وحوت كده برضو، كده برضو يا هبة نفس الموضوع. يعني اكيد في واحد فيكم واقع في المنطقة دي. جدا من الجزائر يا ام يا انجل، بشكرك يا روح قلبي، نوراني. انت واهل الجزائر بجد، انت جدا يا حبيبتي يا شيماء، ربنا يخليكي، دي عينيكي اللي حلوين يا روحي، بس مش اكتر من كده. يا فاتن ميرسي حبيبة قلبي، كلامك صحيح. بشكرك جدا. بصي انا مش عارفة اقول لك اسمه ايه، يعني هي انا عملته لنفسي في البيت، اسمها تلات، واسمه تقريبا اشقر رمادي حاجة كده. بس زي ما قلت لكم، سوري يا ولاد، هنتكلم في حاجة بخصوص الصبغات. اللون بيتأثر باللون الأساسي اللي تحت، يعني لازم يبقى اللون اللي تحت فاتح علشان تسيل الدرجة اللي انتي بتجيبيها بالظبط. جهاد أنا بموت فيكي، نفك الجمود ازاي؟ حلو السؤال ده يا مايا، كلامك روعة، أحبك حبيبتي يا مها، بشكرك. نفك الجمود ازاي؟ نفك الجمود ازاي؟ نفرفش، نفرفش شوية. يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي، يعني نفرفش شوية، يعني حاولوا تعملوا الضحك يا جماعة. الضحك لما بيبقى في البيت الصراحة بيغير المود. يعني انا مقتنعة بحاجة، ان حتى الامهات ما تسعيش ان انت تكوني بيرفكت ام بيرفكت مام. ولادك نضاف، ولادك صحيين، ولادك رياضيين، ولادك شطار في المدرسه، ولادك كلك قاعده عماله، وكل ده بضغط بقى، بتضغطي على نفسك وبتضغطي على الولاد عشان عايزاهم يبقوا بيرفكت. بيتك زي الفل، اكلك زي الفل، كل الحاجات دي زي الفل، كل حاجه ستار ستار ستار. ماشي، انت عامله مجهود رهيب لكن مش سعيد. فيعني بيقول لك انا مثلا عندي، انا كنت ماشيه بالسيستم ده بس الحمد لله ظبطت من نفسي. المهم يكون البيت سعيد، مش لازم يكون نظيف، مش لازم الاكل يكون مية مية، مش لازم الولاد تبقى مقطعه الكتب، المهم يكونوا سعداء. فاتحكوا مع بعض، وخدوا الدنيا ببساطه، وانشروا البهجه كده في البيت، هتبقى الدنيا والله احلى كتير. ما ترهقيش نفسك، اقصد انك توصلي لمرحله الكمال في الزوجيه او في الامومه. اسعدي اسعدي اسرتك، بس دي هتكون احلى احلى بكتير، وفيها ذكريات كمان لما بيكبروا ذكرياتها احلى بكتير. تعالي نشوف بقى المجموعه الثانيه. اهلا بيك يا محمد، منورنا. انا بفرح جدا يا حياتي يا حياتي. انا بجد في حد بيفرح انه شبهي؟ يعني ده حلم يا ماما، انت بتحكي عن حلم. تمام يا ملوس، مش هيك، بس في ظلم بيقع عليا، احنا الاثنين من بره هو جاي. طيب من بره تكتفوا بقى، حاجه من بره هو اللي بيزعلك ولا حاجه، ربنا يهنيكم ببعض حبيبي، تكتفوا ووقفوا جنب بعض، ان شاء الله تعدوا الموضوع ده. دي كده انا مسح، خصوصا انا السحر والحسد والمال كل حاجه. وانت بشكرك يا ام ميدو قوي قوي. طيب يلا ناخد بقى المجموعه الثانيه. انا منطبق عليا الاولى على فكره، انا الاولى منطبق عليا جدا. المجموعه الثانيه بتبتدي من 1 لحد 10 مارس. لا لا لا، معقول معقول؟ لا ما صدقش، لا والله، لا 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 لا. اوكي، لا
الحوت يا جماعة بصوا عمليا وفي الحياة يعني لا بيرفكت بيرفكت، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي المجموعة الأولى برضو فرص الحوت بيحول زي ما بيقول الرمل الذهب، يعني حاجة ما حصلتش. عنده كمان طاقة من الثقة بالنفس أنا مش حاجة معرفش أعملها. بصوا الكلمة دي مفيش حاجة معرفش أعملها، إيد في الأرض وإيد في السماء، معايا كل حاجة، معايا كوبايات يعني معايا العقل معايا العاطفة معايا كل الإمكانيات اللي أنا محتاجها، وهعرف أستخدمها وأوظفها كويس، وهعرف أستغل كل الفرص اللي بتجيلي لصالحي ما شاء الله. خبر حلو برضو، خبر حلو للحوت كان برضو مستنيه، حاجة حلوة كان مستنيها. في هنا عمل جديد للحوت، الناس اللي ما بتشتغلش في عمل جديد، الناس اللي بتشتغل ممكن يكون عندها زي تدريب او هيغيروا يروحوا من ديبارتمنت لديبارتمنت تانية. وشكلها كده فيها ترقية، والله شكلها فيها ترقية. في هنا علو شأن للحوت بيعلى درجة، الناس بتهنيه في حالة فخر وسعادة، ويعني بسم الله ما شاء الله مبسوط بنفسه.